لم تصمد أزمة البنزين حتى إلى نهاية الأسبوع كما كان مقدرا لها، واشتدت طوابير الناس على المحطات مصحوبة بشحن وتوتر لا مثيل ولا سوابق له حتى في عز الحروب. وتحولت المحطات إلى قنابل موقوتة، خصوصا بعد علم المواطن بأن المخزون على شفير النفاذ. وما زاد الطين بلة إعلان شركة الكورال أنها قد استوردت باخرة من مادة البنزين نظرا للشح الكبير في الأسواق، إلا أنها لا تزال متوقفة في المياه الإقليمية منذ تاريخ 11 آب. مقابل لم تقم الدولة اللبنانية بما هو متوجب عليها لتأمين مستلزمات التفريغ بغية إدخال الكميات المستوردة إلى السوق اللبناني. وعليه اعتذرت شركة كورال من عموم الشعب اللبناني ومن زبائنها لعدم تمكنها وللمرة الأولى منذ تاريخ تأسيسها من تزويد المحطات بمادة البنزين اعتبارا من الخميس، وذلك لنفاذ الكميات في مستودعاتها. فعند نفاذ الكميات من محطاتها كذلك ستتوقف الأخيرة بدورها عن تلبية حاجات المواطنين. يتفضلوا يفتحوا الاعتماد بنرجع عن قرارنا، يتفضلوا يتحركوا لأنه صاحب المحطة منه كبش معركة لإلهم، للحقد تبعهم، كل المسؤولين اليوم عندهم حقد اتجاه المواطن اللبناني. فك المكانات بيرجع لكل صاحب محطة بمحطته. نحن تبلغنا من شركتنا، من شركة كورال، وأنا بمثل الموزعين بلبنان، إنه هني ما بقى عندهم بضاعة ليقدروا يسلمونا. هذا صار من قبل مدير المبيعات بشركة الكرال، وعملوا بيان وبيعبروا عن رأيهم. بس نحن كأصحاب محطات اللي بنملك محطات ومع الكرال، حفاظا على المكنات، كل مكنة بتسوى $15,000، ومثل ما انتم شايفين الفوضى الموجودة اليوم، كل صاحب سيارة حد منه مسلح ليحميه ليقدر يعبي بنزين. أنا بفضل فك المكنات. أصحاب المحطات عم تنهين، محطاتنا عم تتكسر، نحن كموزعين بطلنا نقدر نحمل الوضع اللي ماشي فيه البلد. ومعلوم أن الكرال تغطي حوالي 60% من حاجة السوق، وبالتواصل مع وزارة الطاقة أكدت مصادرها للأنبيان أن لا سلطة للطاقة على فتح الاعتمادات، وأن دورها يقتصر فقط على إذن الاستيراد والتأكد من مواصفات المحروقات. كذلك مديرية الجمارك لها دور محدد في الإشراف على التكييل وإفراغ المخزون. أما فتح الاعتماد فهو منوط حصرا بحاكمية مصرف لبنان التي تتواصل مع الشركات مباشرة وتعطيها الموافقة لبري أبروفل أولا، ثم التعهد بالدفع المؤخر عند استيفاء الأموال. ما منا يكون في قرار واضح وسليم. وكان في من يومين اجتماع بحضور رئيس الاتحاد النقل وخمس ست وزراء كانوا مجتمعين عند الست زينة عكر، والموضوع شرحناه على الطاولة مثل ما هو. يا اخوان قعدوا اجتمعوا وخذوا القرار. ما ذنبنا نحن نضلنا نحمل هم المواطنين؟ راح يصير في قتلة ومجازر على المحطات. اللي علقاني عند الدولة اللبنانية يا سعادة الحاكم، يا بنك المركزي، يا معالي وزير الطاقة، يا ست قرون، كل اللي بتفهموا بالمصلحة حلوا مشكلتنا. فخامس رئيس الجمهورية تدخل شخصيا، بعت وراهم الليلة، حطهم بأوضة، سكر عليهم وحل المشكلة. لو انت كل العالم يعني. وعلمت الأنبيان أن الحاكم مصر على عدم فتح أي اعتماد إضافي، وآخر اعتماد فتحه هو لباخرة تعود لتوأمة بين شركتي اي بي تي وتوتال، وفيها حوالي 30 مليون لتر موزعين بين مازوت وبنزين بنسبة 40-60. وعليه وإذا بقي الحاكم على موقفه وبغياب الحلول المستعجلة، فأن لبنان سيشهد في الساعات المقبلة ليس شح بنزين بل بح بنزين، وما سيترتب على هذا الأمر سيكون بمثابة الكارثة الحقيقية.